الخامس على الجمهوريه. انا كنت حاسس اني مش اعلى عن 50% اصلا. طب ان شاء الله انا فخور اني كنت طالب عند حضرتك. ربنا يحفظك ويبارك لك دايما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان النجاح سهلا لاصبح الجميع ناجحا. احمد فرج الخامس على الجمهوريه للثانويه الازهريه 2024. الف مبروك لك يا احمد. الله يبارك في حضرتك. طبعا الكل بيشوف النتيجه لكن محدش يعرف الكواليس. النهارده انا جاي مع احمد في فيديو الاول من نوعه، عمري ما عملتها قبل كده، لكن احمد ودرجاته ومستواه والمفاجاه الكبيره اللي عملها للناس كلها تخلينا النهارده نعمل معاه الفيديو ده عشان نعرف كواليس وصولك لاوائل ثانويه عامه 2024. اسالك في الاول يا وحيد كده واقول لك، انت بطبيعتك شاطر ولا انت اجتهدت السنه دي بس وعشان كده حققت اللي حصل؟ لا انا من الابتدائي الحمد لله انا شاطر. ما شاء الله. كان ليا ترتيب على المعهد. ليك ترتيب على المعهد من البدايه. اه. طبعا انا احنا 10 3 سنين مستواك معروف في الثلاث سنين مستواك كويس جدا. لكن في ثالثه ثانوي عرفني ايه اللي اختلف. انا بدات انا من الاعدادي وانا كنت كل يوم بعمل لنفسي جدول كده اعمل اكتب فيه المواد اللي انا ناوي انجزها في اليوم. مثلا 7-8 مواد ما كنتش بنام لما اخلصهم. كنت مثلا بس في ثالثه ثانوي كنت مثلا كان في مواد بتكون متراكمه عليا فكنت بزود ماده مثلا من اللي متراكم عليا. اه يعني ما كنتش كنت عامل ورقه كده بكتب فيها احلامي اللي انا ناوي اخلصها في المتراكم، اكتب فيها الماده احلامي اللي انا عايز اعملها فيها. تمام. وكنت لازقها على المكتب اللي انا بذاكر عليه. وكنت مثلا كده عامل كراسه لتارجت الشهر، انا ناوي اخلص ايه في الشهر ده. وكنت مثلا كل يوم اكتب حته صغيره بحيث اخلص المتراكم عليا من غير ما احس. كنت خلال الشهر بقى بعمل الكلام ده والحمد لله كان ده دافع ليا لما اخلصه، بيديني دافع ان اخلص اكتر وانجز اكتر. وكنت مثلا بس كان يعني مثلا كنت بتخلص في نص ساعه بتاع، فما كنتش بحس اني بخلص المتراكم وانا بذاكر الجديد اللي باخده في الدروس. كان نفسك تطلع من اول ثانويه عامه؟ اه. يعني الحلم ده من امتى بالظبط؟ من بدايه السنه. من بدايه السنه يعني قبل ثالثه ثانوي ما كانش الحلم عندك 100% ان انت تكون من اول ثانويه عامه؟ لا، كان حلمي ان ابقى دكتور بس. حلمك انك تبقى دكتور بس، لكن مع بدايه السنه دي بدا الحلم يبقى مسيطر عليك. اه. طيب صدقت؟ اه. امتى؟ في شهر كام بدات تصدق ان انت ممكن تبقى فعلا من اول ثانويه عامه؟ قبل الامتحانات باسبوع. قبل الامتحانات باسبوع، بعد ما حليت امتحانات شامله. أوه. وبدات تشوف درجاتك الحقيقيه ونتاج للتعب طول السنه. اه. تمام. طيب انت نويت على كليه ان شاء الله؟ طب ان شاء الله. طب ان شاء الله. طيب اكيد كل واحد فينا في حياته بيبقى ليه دافع. اه. ايه اللي كان الدافع عندك عشان تحقق مجموعك الكبير ده؟ هو كان والدي ووالدتي بيشجعوني واصدقائي ومدرسيني في الدروس كانوا بيقولوا لي بيشجعوني برضو وكانوا الحافز ليا. وطبعا كنت بفكر في حلمي وكنت بتخطى الصعاب ودايما كنت قريب من ربنا الحمد لله يعني. وكنت كان في حاجه بيني وبين ربنا كانت بتديني دافع اني انجز، وربنا كنت بحس انه بيمدني بقوه اني احس احقق الكلام ده. بص يا احمد، احنا دايما لما بيبقى في لقاءات الناس دايما بتتكلم مع بعض بشكل فورمال قوي بشكل رسمي قوي، بيحاولوا ان هم على اساس ان هم قدام الكاميرا يعني، لكن احنا بنتكلم مع بعض بشكل ودي. اخواتك واصحابك اللي داخلين ثانويه عامه 2025 اكيد في ليهم نصيحه منك توصلهم للي انت وصلت له، خصوصا انا حاسس ان انت الموضوع ما كانش بالنسبه لك بالصعوبه الكبيره قوي. انا حاسس ان ممكن اي حد يقدر يعمل ده ولو انه مش سهل، بس لو في مشوا على خطوات معينه يقدروا يحققوها. نصيحتك للناس ايه ولزمايلك اخواتك اللي داخلين 2025؟ هو اولا اهم حاجه تنظيم الوقت، يعني بدايه من حجز الدروس مثلا، يخلي مثلا الدروس ورا بعضها، ما يخليش درس في اول اليوم، درس في نص اليوم، درس في اخر اليوم. يحاول مثلا يخلي ما بين كل درس ودرس مثلا 10 دقائق بحيث مثلا يصلي ما بين الدروس كده. ويحاول مثلا يخلي مثلا في حاجه بينه وبين ربنا مثلا ركعتين قيام ليل مثلا بعد ما يخلص مذاكرته قبل ما ينام مثلا. لو يطلع صدقه مثلا كل اسبوع مثلا، لو 5 جنيه 10 جنيه كل اسبوع حاجه بينه. بتعمل كده على طول؟ اه. طيب احنا برضو خلينا عارفين ان احنا في جزء كبير جدا من الطلبه دلوقتي
ودي حقيقة بقت موجودة. الطلبة بعدت عن ربنا بشكل كبير، بقى معظم اهتماماتهم بالسوشيال ميديا، بقى معظم اهتماماتهم بالتيك توك والبرامج للأسف اللي بقت موجودة، برامج المراهنات والبرامج دي. ويمكن احنا بدأنا نعاني من ده مع الطلبة وبنتكلم معهم فعلا في ده ان هم يبطلوا. هل انت فعلا لما كنت بتصلي ما بين الدروس وبعضها كنت بتحس بفرق وانت رايح الدرس اللي بعده؟ هل انت فعلا، احنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى بييسر لكل حد اي حاجة بيعملها طالما هو استعان بربنا سبحانه وتعالى. عرف زمايلك فعلا الكلام ده كان بيفرق معك ازاي. انا كنت مثلا بطلع من الدرس بحس ان مخي مرهق من الدرس وباخد درسين ورا بعض والكلام ده، فكنت اتوضى واصلي احس اني النشاط رجع لي تاني واحس اني مخي خلاص، وكنت كان الاستيعاب عندي بيزيد. تمام. وكنت بفهم الحمد لله كل الدروس اللي انا خدتها في نفس اليوم، كنت بروح بقى اقراها، لو مش اذاكرها في نفس اليوم اقراها قبل النوم مثلا، بحس اراجع اللي انا اخدته في اليوم، بحس لو اذاكره بكره اكون متذكر المعلومات اللي انا اخدتها. اكبر مشكله بتقابل طالب ثانويه عامه ان هو بيراكم على نفسه. عايزين نعرف الوحش كان بيراكم على نفسه ولا لا، ولو كنت بتراكم قدرت تعمل ايه في المشكله الكبيره جدا اللي بتواجه الطلبه كلها؟ انا طبعا كان متراكم عليا حاجات كتير، بس من شهر واحد كده وانا كنت جربت حاجات كتير بس كلها ما نفعتش. انا في حاجه كنت كتبت ورقه كان فيها كل ماده واللي انا عايز اعمله فيها خلال ازاي اعمل مثلا اذاكرها، احل عليها كتاب كذا وكذا وكذا، اداره الوقت. وكنت بكتب مثلا، كان في عندي كشكول بكتب فيه المواد الخاصه باليوم، اصحى من النوم مثلا اصلي واقوم جاي اكتب المواد اللي انا ناوي انجزها النهارده. انا عارف ان ده مش سهل، خصوصا ان الازهر فيه 18 ماده. موضوع كبير جدا يعني. هل فعلا التايم مانجمنت، اداره الوقت بالنسبه لك ده اللي فرق معاك؟ طيب كنت بتاخد بريك ما بين المواد وبعضها؟ هو انا كنت باخد حوالي 5 دقائق بين كل ماده وماده، بس انا عيبي لو خدت بريك بحس ان انا مقصر، يعني ما بكونش مرتاح. طيب كنت بتذاكر في اليوم كم ماده؟ انا كنت مثلا هي كانت متوسط 8 مواد في اليوم. مش كتير شويه 8؟ هو كانت تختلف على حسب مثلا الدروس اللي انا عندي في اليوم، يعني مثلا يوم عندي مثلا في 4 دروس، فكان الصلاه والاكل والدروس كان بياخد مني وقت كبير، فكانت بتختلف على حسب الدروس اللي انا عندي في اليوم. كنت مخلي مثلا 3 ايام في الاسبوع عندي درس واحد، فكنت بقدر وكنت بزود عن الـ8 كمان. طيب احنا دايما بننصح الطلبه ان انت وانت بتذاكر وانت بتعمل اللي عليك بيبقى لك بعض الميول، بيبقى لك بعض الاهتمامات. هل انت كان عندك وقت ان انت تمارس فيها الحاجات اللي انت بتحبها؟ هل فعلا كان عندك وقت فراغ اثناء السنه، ولا الطالب لازم من اول يوم لاخر يوم يبقى ضاغط على نفسه؟ عشان في ناس تقول لك ما تذاكرش في البدايه، لا ابدا واحده واحده. لا انا عايز اعرف النصيحه فعلا اللي انت تقدر تديها لاخواتك. لا انا كنت بادئ السنه عادي، طالب عادي، بس بدات اشد من شهر واحد كده، بدايه من شهر يناير ضغطت على نفسك قوي. بس قبل كده ما كنتش اللي هو براكم وما كنتش بذاكر وكده، لا كنت بذاكر بس ما كنتش مهتم باللي انا خدته القديم قبل قوي، كنت بذاكر اللي انا باخده جديد في الدروس وخلاص. اكتر ماده حبيتها في ثانويه عامه؟ اكتر ماده حبيتها انا كنت بحب الكيمياء والفيزياء، الفيزياء خاصه لان كان فيها مسائل وافكار، فانا كنت بحب الافكار دي وكنت بحب احل المسائل الصعبه، وكنت انا وزمايلي بنتناقش في وبنتحدى بعض اللي يحل المسائل الصعبه. علاقتك بزمايلك ايه؟ هو عشان ده برضو جزء كبير جدا، في بعض الطلبه علاقتهم بزمايلهم يا بتاثر عليهم بشكل ايجابي يا اما بتاثر عليهم بشكل سلبي. لا هو دايما يحاولوا ينتقدوا الطالب الصديق اللي هينفعه، مثلا يقول له تعالى نصلي، تعالى نعمل كذا، يعملوا ينصحوا، لان في ناس يعني مثلا سمع نصيحه بيحتفظ بيها لنفسه ما بيحبش يقولها لحد، والمفروض الواحد الصديق ينفعه ويتشاركوا المعلومات ويتبادلوا المعلومات وكده، لاني لكن برضو الجزء بتاع التحدي ده كان موجود بينك وبين اصحابك، لازم يبقى في جزء كده بيحرك الدنيا بينكم وبين بعض. وده بيعلي من مستوى الواحد كتير. طيب المدرسين بتوعك احيانا لما كنت تجيب درجات كويسه في الامتحانات، هل الشهادات او الجوائز اللي كانوا بيدوها لك، هل ده كان دافع فعلا بيأثر معاك بيفرق معاك؟ ايوه طبعا. ولا انت كان الهدف الاساسي بالنسبه لك الكليه والمجموع كان هو
الحاجه اللي انت باصص لها، ما كنتش بتبص للحاجات دي، لان انا بشوف ان في بعض الطلبه بيشوفوا ان تشجيع المدرسين بالنسبه لهم ده جزء فرعي، في طلبه تانية بتشوف ان ده جزء مهم جدا. ده بالنسبه لك كان ايه؟ هو طبعا امتحانات الدروس ده دليل انك ماشي صح وانك بتعمل اللي عليك وكده، لا وبتكون برضو دليل على اللي انت هتجيبه اخر السنه، لان مثلا اللي في الدروس بيجيب درجات وحشه في الاكسرسايز مثلا في الامتحانات المدرسين بتعملها مثلا على باب كذا وباب كذا، ده اكيد بيكون دليل على يعني انت شايف ان التقييم اول باول ده مهم جدا. طيب كنت بتزعل من الاكسرسايز الصعب اللي كنا بنعمله في السنتر؟ لا كنت بحبه لانه كان بيدي افكار اكتر، فانا كان عندي كشكول كده لكل ماده كنت بكتب فيه الملاحظات الافكار بتاعت مثلا سؤال كذا في كروت وكذا، مساله مثلا ما عرفتش احلها في الفيزياء كنت بنقلها وبنقل الحل بتاعها بحيث اراجعها وكده. تمام. في الانجليش كنت بتقفل على طول الدرجه ان قفل الاكسرسايز؟ لا مش كتير. اه طيب يعني زمايلك اللي بيجيبوا درجات مش فول مارك مش الدرجه النهائيه على طول في الاكسرسايز او في درجات الامتحان، هل ده برضو بالنسبه له ممكن ان هو ياثر عليه سلبيا، ولا انت بتنصحه ان هو يبص للمجموع في الاخر؟ هو لو جاب الفول مارك كده دليل انه عارف كل الافكار او ان الاكسرسايز سهل، او ان نمط الاسئله اللي المدرس بيدربه عليها نمط ضعيف. انما انا كنت بحس لما بنقص ان في افكار مش عارفها، فده تمام. كان بيفرحني لاني استفاد اكتر وفي افكار استفاد منها اكتر. طيب في موضه كده خرجت ان معظم الطلبه يجيب كتاب خارجي واثنين وثلاثه واربعه، وفي طلبه تانية بتشتغل على كتاب خارجي واحد مع الملزمه بتاعه المدرس بتاعه، انت نصيحتك ايه؟ هو من واقع تجربتك. لا انا كنت حليت اثناء السنه كتاب واحد مع المذكره. تمام. لكن في المراجعه بقى بعد ما خلصت وكده ورجعت، لا كنت بحل كتير، امتحانات شامله كتير. عشان تتدرب على كل الانماط. طيب لو انا برضو سالتك، احنا قلنا اكتر ماده كانت بالنسبه لك ممتعه كانت الفيزياء وكانت الكيمياء والانجليزي بقى. والانجليزي برضو. تمام. طب اكتر ماده كانت بالنسبه لك سهله كانت صعبه، الماده اللي كانت عنيفه فعلا؟ هي كانت عنيفه شويه لاني ما كنتش مهتم بيها قوي اول السنه، كانت الاحياء. بس ده اتحل باني ذاكرتها كتير وحليت عليها كتير واهتميت بها في المراجعه زياده لاني ما كنتش مهتم بيها في الاول. احنا نقدر نقول للطلبه ان في جزء ممكن يقع منك طول السنه، وفي الفاينل ريفيجن في المراجعه النهائيه انت تقدر تلم ده. احنا خلي بالك النصايح اللي احنا بنتكلم فيها النهارده والرسائل اللي احنا بنوصلها دي، احنا بنوصلها للناس مش بس عشان الطلبه تكون من الاوائل، لا احنا كمان بنوصل لهم المشاكل اللي هتقابلهم على مدار السنه. طيب من واقع برضو شغلنا، احنا بيجي لك شهر شهر فبراير شهر 2 بالظبط كده، معظم الطلبه بتقع نفسيا. انت عملت ايه في الفتره دي؟ اكيد كان عليك ضغوط كبيره جدا، خلاص كل المدرسين بينهوا المواد بتاعتهم هيبداوا يخشوا في المراجعه، بتسمع اقوال كتير، بتسمع زمايلك بيغيروا مدرسين، انت رؤيتك كانت ايه للموضوع ده؟ انا كنت ثابت عند المدرسين اللي ابتديت عليهم من اول السنه وكنت واثق فيهم، وانا كنت حاسس اني مش اعلى عن 50% اصلا. ده الاحساس ده جالك وانت شغال؟ وكنت مراكم وحاسس اني كنت بعيط والكلام ده، وكنت حاسس اني متدمر. بس جيت بقى لميت المتراكم عليا، جبت ورقه كتبت عليها بقى اللي انا عايز انفذه في المواد، وابتديت بقى الم المتراكم وحل اللي انا عاوز اعمله في كل ماده وازود اللي انا عايز اعمله، وخلصت المتراكم عليا وبدات المراجعه. في وسط مذاكرتك دي كلها كنت بتتفرج على ماتشات؟ لا. مالكش في الكوره خالص؟ لا. يعني ما اتفرجتش على ريال مدريد وهو بياخد دوري الابطال؟ لا خالص. طيب في جزء تاني برضو بالنسبه لزمايلك في التعامل معهم اثناء الدروس وكده، في مشكله كبيره بتقابل الطلبه ودي انا حابب اوصلها لمعظم اولياء الامور. دلوقتي معظم الطلبه بتعمل جروبس مجموعات وهم في السناتر، وليكن مثلا في طلبه في مجموعات يوم السبت والثلاث، وفي طلاب في مجموعات الاحد والاربعاء، وفي طلاب في مجموعات الاثنين والخميس. وليكن انت عرفت مثلا ان مجموعات سبت وثلاث اخذوا امتحان واخذوا الاسئله فيه مثلا في 20 بوينتس 20 نقطه واخذوهم النهارده في الامتحان، وانت عارف انك هتيجي بكره هتمتحن الامتحان ده، انت كنت بتعمل ايه لما كنت بتسمع عن حاجه زي دي؟ اكيد وانت رايح الدرس كنت بتشوف زمايلك واقفين بره السنتر بيتناقشوا بعض النقط اللي هيبقى جوه في الامتحان وعارف انك تخش تعملها، بكل صراحه انت كنت بتعمل ايه في موقف زي ده؟ انا طبعا كنت ابعد عن كده، وكان اصلا بيكون عندي درس قبل الدرس ده كنت بطلع منه متاخر، فما كنتش بتناقش مع حد. طب انت
ما كنتش بتتناقش لانك ما كانش عندك وقت تتناقش معهم، ولا انت ما كنتش حابب ده؟ ما كنتش حابب ده لاني طبعا لو خدت الكلام ده طبعا بيدمر، بتجيب مجموعة مش هو مجموعك، فبتجيب مجموعة ناس تانية، فما بيكونش دليل على، بيكون مثلا بتقفل وانت اصلا مستواك مش كده، بيديك مستوى مزيف. فالكلام ده بيحسسك قدام نفسك انك ماشي مظبوط والكلام ده ومش مقصر، فبتكمل الكلام ده وبتتفاجئ اخر السنة بالمجموع. دي مهمة جدا، يعني انا بنصح كل اولياء الامور خد بالك من ابنك وبنتك. احنا طبعا البرايفسي الخصوصيه بتاعت ولادنا دي مهمه جدا، لكن مش عيب ان احنا كل فتره تليفون ولادنا لازم نشوفه، وانا باكد على المعلومه دي كويس قوي قوي، لازم نشوف ولادنا، نشوف تليفوناتهم، نشوف ايه الجروبس المجموعات اللي هم موجودين عليها. مش معقول ان الطالب بيبقى رايح السنتر كل يوم وهو الاجابات بتاعت الواجب معاه. يعني انا دلوقتي عندي في امتحان الحصه اللي جايه، تلاقي مجموعة مثلا المجموعة كلها جايبة درجات نهائية. جابت الدرجات النهائية ازاي؟ خدوا قبلها بيوم الدرجات من الأسئلة من المجموعة اللي قبلها وخدوا الإجابات بتاعتها ودخل جاب درجات مزيفة. ولي الأمر شايف ابنه طول السنة، الدكتور راح الدكتور جه، وهو في الآخر الولد بغش. فالناس بدأت تهمل ولادها شوية أو يدوهم ثقة زيادة عن اللازم، يبقى في ثقة زيادة عن اللازم في ولادهم. لا، احنا بنقول للناس خلي بالك من ابنك، خلي بالك من بنتك، راعيهم شوية. الجزء ده لو انت اهتميت بيه هيفرق جدا، ما تسمح لهمش ان هم يغشوا. طيب في امتحانات ثانويه عامه السنه دي بصراحه وبامانه كان في غش؟ كان موجود. هل في انت وزمايلك حاولت ان انت تمنع ده ولا ركزت مع نفسك بس؟ لا، انا كنت ما كنتش بهتم بكده. انا كنت اول ما ادخل لحد ما اطلع ورقتي، كنت بحل، خلصت حل ابدا مراجعه، لكن ماليش دعوه باللي حواليا بيعملوا ايه، ما كنت لوحدي بقى. طيب نصيحة برضو لإخواتك بعد ما تطلع من الامتحان، تراجع ولا ما تراجعش؟ أنا عشان دي مهمة جدا. أنا كان كل المواد الصراحة ما راجعتهاش، بس كنت خايف من امتحان الفيزياء وامتحان الأحياء فراجعته. لأني كنت جيت أذاكر المادة اللي بعدهم حسيت أني خايف وأنا عندي غلطات كتير الكلام ده، فكان ما كنتش عارف أذاكر المادة اللي بعدها من التفكير والكلام ده، فكنت كنت خايف برضو اني لو رجعت وطلع عندي غلطات اتاثر على الماده اللي بعدها، وده برضو بياثر على كتير من الطلاب، انه مثلا غلط في ماده كتير فبيتاثر على الماده اللي بعدها وما بيعرفش يحل وبيفضل يفكر في اللي قبل كده. فرحان انك طلعت من الاول يا احمد. طبعا. او يعني طيب بتهدي الـ الـ الانتصار الشخصي اللي انت عملته ده لمين؟ هو طبعا لوالدي ووالدتي والمدرسين اللي شجعوني لكده واللي كانوا معانا من اول السنه وبيدربونا وبيحلوا معانا وبيشرحوا لنا وعملوا اللي عليهم طبعا. طب انا هقول لك يا احمد، انا على مدار السنين اللي فاتت انا قابلت اوائل كتير، يعني وخصوصا في الثانويه الازهريه واحنا بنتكلم النهارده عليه. يعني على سبيل المثال لا الحصر عندنا احمد مجد عبد الكريم كان من اوائل ثانويه عامه الازهريه، كانت رفايده صابر كانت من اوائل الثانويه الازهريه، كانت بنتنا برضو ايمان كانت من اوائل الثانويه الازهريه، وانا ما عملتش الحوار ده مع حد قبل كده، تمام؟ بس انا اصريت ان انا اجي واعمل معاك الحوار ده، لان انا شايفك من اول السنه طالب طبيعي جدا، طالب عادي جدا زيك زي اي طالب، واحد مننا. الطالب ده حسيت انه عمل مجهود فربنا سبحانه وتعالى اداله، وبرضو انا حاسس ان في حاجات بينك وبين ربنا هي اللي ادت لده برضه، يعني في اجزاء في حاجات بينك وبين ربنا انت اكيد كنت بتعملها عشان كده ربنا كافئك. طبعا انا بشكرك جدا على المجهود اللي انت عملته طول السنه، وانا بتشرف ان احمد فرج كان طالب عندي في السنتر في الفترات دي كلها، ووالدك والدتك اكيد فخورين بيك، ومحافظه كفر الشيخ كلها فخوره بيك، واتمنى ان الاجيال اللي جايه يكون فيها احمد فرج كتير. وانا من مكاني ده، لان انت عارف انا علاقتي بيكم مش مجرد ان انا مستر محمد منصور او مستر فوكس بس، العلاقه بينا كلكم ولادي. انا جينا في شهر رمضان كده لو تفتكر، انا كنت قررت ان انا احاول اشجعكم بحاجه لثانويه عامه، وقلت يومها وان احنا هنقدم لاي طالب من طلابنا هيطلع السنه دي من اوائل ثانويه عامه رحله عمره، وقلنا رحله العمره دي ممكن تكون للطالب ممكن تكون لولي الامر.
فانا النهارده يا احمد في حاجتين انا اقدر اقدمهم لك. الحاجه الاولانيه اللي انا اقدر اقدمها لك النهارده هي رحله عمره، وحضرتك تدعي لنا. ورحله العمره ديت ده حاجه بسيطه جدا احنا بنقدمها لك كعرفان منا للمجهود اللي انت عملته، ونعرفك ان احنا بنقدرك وبنقدر الطالب المحترم، بنقدر الطالب الشاطر. ودي مش هتكون اخر رحله عمره، وان شاء الله هتبقى ثابته معانا على طول، ان كل الطلبه بتوعنا المتفوقه المميزه اللي بتعمل اللي عليها اللي بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، افضل حاجه نقدر نوصلها لهم ان هو نقربه من بيت ربنا سبحانه وتعالى، وتبقى حاجه برضو تكتب لك، ويبقى ان شاء الله مقبول عند ربنا سبحانه وتعالى، وتكون في ميزان حسنات. رحله العمره دي ممكن تكون ليك، ممكن حضرتك تهديها لوالدك، ممكن حضرتك تهديها لوالدتك. انا هخليها الاختيار ده بالنسبه لك انت، انت اللي هتنفذه في الاخر، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا. الحاجه الثانيه، انا في حاجه بسيطه كده انا ممكن اقدمها لك، وانا شايف ان مفيش حاجه اقدر اقدمها لك غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى، دي اللي انا اقدر اقدمها لك شخصيا طبعا يعني. اكمل يا سير. فانا شايف ان اكتر حاجه واهم حاجه انا اقدر اقدمها لك هي كتاب ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا يحفظك ويخليك لوالدك ووالدتك، ويخليك دايما قدوه للناس. في ناس كتير بتقول لك القدوه ده لازم يكون كبير في السن، لازم يكون حد عجوز شويه. لا، انا شايف ان احنا قاعدين النهارده مع قدوه لكل شبابنا، حد متدين جدا، طالب محترم جدا، واحد مننا كان عنده حلم ان يكون من اوائل ثانويه عامه وصدقه وحققه في الاخر. فخور جدا بيك يا احمد، I'm proud of you، وان شاء الله ان شاء الله مزيد من النجاح السنين اللي جايه، وربنا يحفظك ويبارك لك دايما يا احمد. وانا اتشرفت ان انا شفتك النهارده، انا فخور اني كنت طالب عند حضرتك واستفدت من حضرتك يا سيدي حبيبي. ميرسي جدا، اشوفك على خير ان شاء الله، وانت في اعلى المراكز.